ايه؟ هو مش واخد مش بيتربط متعود ان هو متعرفش على جسمه ماشي لانه بيمشي واقف من الحياه زي بس احنا عايزين نشوف ملامح شكله يعني يلا بابا يلا باشا هنلعب هنلعب يلا هنلعب مش كلاس اتنين لا لا هو مش عارف كده عايز يتحل خلاص سيبه ونسيبه المزمرات وفي حلها لي حل على المز يعني حل على المز اول ما يشوفها بالورقه دي اللي هي هناك دي زي ما انت تعملي صوري مع ملامح براحتك مختلف موجود هنا في محافظة الشرقية. احنا موجودين النهاردة في احدى المزارع اللي موجودة في محافظة الشرقية. طبعا هيكون معنا استاذ محمد هيعرفنا على الكلاب الموجودة هنا وانواعها. وهنقول لكم هنقول لحضراتكم في حاجة للبيع ولا لا. النهاردة يا استاذ محمد. في البداية كده في حد استاذ محمد بيقول لك في حاجة للبيع قبل ما نبتدي اي حاجة. تمام. كل في المزرعه اللي بيعنا مش انا عايز حاجه من حد ان شاء الله عايزين بقى نشوف كل كلب لوحده النوع بتاعه وهل هو بياكل ايه وايه السلالات الموجوده عايزين نعرف كل ده طبعا ده زيوس ده نابولتان ماستيف ده ممكن موجود منه في مصر اربع خمس كلاب ست كلاب كتير خالص نفس السلاله في الحاجه البيور في حاجات مهاجره احنا بنتكلم ده نابولتان حاجه بيور ده واحد سنتين ونص تحسن برضه الانتاج في ناس بتجوزوا كان كورس في ناس بتجوزوا ماستيف لان مش ممكن اللي موجود مش هيكملوا 10 كلاب لو جمعناهم ده كان منهم ان شاء الله تعالى ما فيش حاجه منهم قدامنا احنا بنبدا بقى هنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشوف النبته زيه بنوته علشان نبدا نجوزها له لو مش لقينا يبقى الحل الوحيد يا اما الكنيك ورث ده الحل الوحيد للجوازات تمام عشان في ناس تقول لك لا تهجين السلاله غلط ما احنا مش لاقيين نبول تان كتير موجوده في مصر بيبقى قليل يعني قليل لان مش منتشر كتير في مصر فالحاجه الوحيده له يا اما الانجليش يا اما الكاني كورس كاني كورس زي البنوته دي نفس اللون اللي موجوده جوه اه اللي هي اللون الرصاصي ماشي ممكن بقى تربط الكلب ده وتشوف الباقي اهم حاجه حد بيقول لك في توصيل لتونس ولا لا تونس موجود احنا احنا سفرنا ليبيا سفرنا السعوديه الحمد لله تعالى وموجود ان شاء الله داخل مصر وخارج مصر تمام ده طبعا الكلاب السنت طبعا معروف عنه ان هو في الجو الحر دوت مش بيبقى ملائم قد كده بس في الاحجام وفي الشراسه وفي الشغل ما شاء الله كلاب كويسه جدا احجام الكلاب ضخمه جدا يعتبر هي والالاباي والكوكيجن والحاجات دي من اضخم الكلاب اللي موجوده في مصر دول بنوتين ده بقى بياكل ايه بالظبط؟ باكل اكل فريش بيبقى نبات انا مش محبب اي حاجه تكون فريش اهم حاجه يكون الاكل فريش ويبقى نبات الاكل فريش اه اللي هو رجول الموس سلاك الفراخ الحاجات دي كلها بس تكون نيه اهم حاجه ماشي نيجي على التاني ده ايه نفس النوع ولا ايه اساسا شبه بعض؟ برضه نفس النوع اختلاف طبعا الوانات ماشي تمام احنا حتى وده بقى ده ايه ده؟ ده ولد جيرمان عنده سنه وشهرين دلوقتي لون جهير بعرقوب في فرق بين الكلب بيبقى تكت عرقوب في فرق بين كلب شولاين ايه الفرق يعني عشان عايز افهم الظهر من ورا اه لكن الوانات ما شاء الله يعني ده مد شويه ده مد شويه على الكلاب اللي هي الكلاب الحراسه الاكبر اه
ده الكلب الشولاي. ده الكلب الشولاي ده مؤهل للحراسة اكتر، لان كلب مدرب حراسة ما شاء الله. ده مدرب حراسة؟ لا لا الهادي ده ايه ده؟ ده فرنش ماسف ولد عنده سنتين ونص دلوقتي. سنتين ونص ده جايبينه برضه عشان تحسين برضه الانتاج بتاعه. المختلف اللي بيبقى بالنسبه للجراوي ده اللي بيبقى مختلف بالنسبه للجراوي، ان انا ممكن من عمر شهر لحد عمر 3 4 شهور ابدا ادي بيض مسلوق، ابدا اوقف الفول بس مش كتير، بطاطس مسلوقه، كوسه مسلوقه، بطاطا مسلوقه، لحمه مفرومه، او لحمه مفرومه. ده ممكن مرتين في الاسبوع كتير خالص. ده بالنسبه للجراوي معظم اخر الجراوي بيبقى كله مسلوق بدون عظم. لو دخلت الني ادخل الني بعد 3 شهور. ده بالنسبه للجراوي. لكن الكبير بيبقى كله شغل واحد كله اكل. اهم حاجه يكون الاكل فريش. اهم حاجه يكون اكل فريش، مش اكل لا قدر الله يعني نافع. انا مش مخطين النافع، انا مش بفضله على قد ما بقدر مش بفضله. لو اضطريت خالص لازم يتغسل كويس بخل، يتغسل كويس بميه بقى. ده يعني لو انا اضطريت خلاص هاكل. ثلاث اربع مزارع مصر حسب ان هم ياكلوا نافع، مش في اكل. حتى الاكل اللي بره الفريش في المجازر تكلفه سعر النهارده غالي. فالناس النهارده علشان تقضي معلش عدد 20 كيلو، عدد كبير من الكلاب لازم تعمل حاجه بديله. كيلو فعشان اضرب 2 كيلو مثلا في 20 30 جنيه لكل كلب، 60 70 جنيه في اليوم ل 20 كلب. لا رقم نيجي بقى على الكلب ده بيكسب ملايين. نيجي على الكلب ده بقى.